مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم إلى أخبار عمان، مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان. أهلا بكم. وفي أبرز العناوين: محافظتا جنوب وشمال الباطنة تفوزان بكاسي جلالة السلطان المعظم في مسابقتي المحافظة على النظافة والصحة في البيئة المدرسية والتفوق الكشفي والإرشادي. البحرية السلطانية العمانية تحتفل بيومها السنوي الذي يوافق 3 نوفمبر من كل عام. بناء القيادات القادرة على فهم استراتيجيات الدولة أبرز نقاشات الجلسة الفكرية القيادة في السياقات المتغيرة. إلى التفاصيل، حصلت محافظة جنوب الباطنة على المركز الأول على مستوى السلطنة في مسابقة المحافظة على النظافة والصحة في البيئة المدرسية، فيما حصلت محافظة شمال الباطنة على المركز الأول على مستوى السلطنة في مسابقة التفوق الكشفي والإرشادي على كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك في مؤتمر صحفي لإعلان النتائج عقدته مع الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم. التنافس على مسابقة المحافظة على النظافة والصحة في البيئة المدرسية للعام الدراسي 2015-2016 جاء من أجل تطبيق الطلاب لما اكتسبوه من معارف وحقائق علمية في النظافة والصحة بطريقة عملية في البيئة المدرسية. النتائج لهذه المسابقة جاء إعلانها على لسان معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم. تبوأت محافظة جنوب الباطنة المركز الأول على مستوى السلطنة، وبذلك استحقت الفوز بكأس مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. ثانيا، حصلت محافظة البريمي على المركز الثاني. ثالثا، حصلت محافظة الوسطى على المركز الثالث. إعلان نتائج مسابقة التفوق الكشفي والإرشادي على كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه للعام الدراسي 2015-2016 جاءت نتائجها أيضا في الوقت نفسه. تبوأت المفوضية الكشفية والإرشادية لمحافظة شمال الباطنة المركز الأول على مستوى السلطنة، وبذلك استحقت الفوز بكأس مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. ثانيا، حصلت المفوضية الكشفية والإرشادية لمحافظة البريمي على المركز الثاني. ثالثا، حصلت المفوضية الكشفية والإرشادية لمحافظة جنوب الباطنة على المركز الثالث. المسابقة تحمل جملة من الأهداف وتحمل أيضا مجموعة من المعايير. الجوائز هذه تعد تحفيزا لتعزيز القيم والسلوكيات الحميدة للطلبة والطالبات وغرس قيم المواطنة وترسيخ المهارات والاتجاهات الإيجابية لديهم. إبراهيم بن سالم الهادي من أمام مبنى وزارة التربية والتعليم محافظة مسقط. احتفلت البحرية السلطانية العمانية صباح اليوم بيومها السنوي الذي يوافق 3 نوفمبر من كل عام بميدان الاستعراض العسكري بقاعدة سعيد بن سلطان البحرية. الحفل اشتمل على تقليد ميدالية الخدمة الطويلة والسلوك الحسن لعدد من ضباط وضباط صف البحرية السلطانية العمانية. رعى الحفل معالي الشيخ عبد الله بن علي القتبي مستشار الدولة. يوم خالد في تاريخ البحرية السلطانية العمانية، حيث الاحتفاء بيومها السنوي الذي يوافق 3 نوفمبر من كل عام. أصبحت البحرية السلطانية العمانية في ظل النهضة المباركة تمتلك أسطولاً بحرياً معززاً بالسفن الحربية المتطورة التي تدير دفتها كوادر بشرية على مستوى عال من التأهيل والتدريب والتعليم.
البحرية السلطانية العمانية تشرفت في مثل هذا اليوم باستلام الراية الخاصة بها من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه. البحرية السلطانية العمانية شهدت تدشين وانضمام عدد من المشاريع الجديدة لتطوير قدراتها التسليحية والعملياتية، منها مشروع أفق الذي يقضي بتزويد البحرية السلطانية العمانية بأربع سفن دورية ساحلية، ومشروع بحر عمان الذي يعمل على تعزيز قدرات هذا السلاح في مجال الدعم والإسناد. يأتي ذلك في ظل هذا العهد الزاهر الميمون لسلطان البلاد المفدى رعاه الله. جلالة السلطان قابوس المعظم. منتسبو البحرية السلطانية العمانية يعيدون صياغة أمجاد عمان البحرية بأسلوب العصر وتقنياته. النقيب محمد بن سعيد المشيخي من قاعدة سعيد بن سلطان البحرية. خمس لغات جديدة بالموقع الإلكتروني عمان قابوس الذي يعنى بشخصية حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه وبمنجزات النهضة المباركة. وبذلك بات هذا المشروع الوطني يترجم بثلاثين لغة عالمية سيرة المقام السامي عزه الله حبا ووفاء لباني نهضة عمان. دشن اللغات الجديدة صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان. عمان قابوس إنجاز وطني متطور بثلاثين لغة عالمية مع إضافة خمس لغات جديدة يستلهم رؤاه من الفكر المستنير لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. نشر هذا الموقع إلى العالم بأسره لي طبعا ليس فقط عن شخصية مولاي حضرة صاحب الجلالة والتي أصبحت طبعا بلا شك شخصية عالمية مرموقة لما قام به جلالته وحفظه الله نحو وطنه وشعبه، ولكن كذلك نحو السلام العالمي والتواصل بين شعوب العالم. المشروع الذي يعنى بالشخصية السامية لجلالة السلطان المعظم أيده الله وبمنجزات النهضة المباركة يشهد تطورا ملحوظا منذ تدشينه، وها هو في حلة جديدة مع احتفالات نوفمبر المجيد. مبادرة نوفمبر المجيد حول العالم واحدة من المبادرات الهامة التي تدشنها موقع عمان قابوس الذي يعنى بشخصية مولاي حضرة صاحب الجلالة، وتم تدشينها قبل عدة أسابيع بمناسبة نوفمبر المجيد، والمبادرة تدشن للعام الثاني على التوالي، وستختتم بلوحة فنية جمالية في ديسمبر المقبل إن شاء الله تعالى تحتوي على 46,000 تهنئة لجلالة السلطان المعظم. ويكتسب هذا الموقع أهميته من كونه متعلقا بشخصية استثنائية تحظى بالقبول والحب والاحترام من المجتمع الدولي كافة، فصاحب الجلالة عزه الله واحدا من دعاة التسامح والسلام والعاملين بحكمة على إرساء الاستقرار في المنطقة والعالم أجمع. وقد حصد عمان قابوس جوائز رفيعة متصدرا المواقع الخاصة بملوك ورؤساء الدول، وآخرها فوز مشرف عام الموقع بجائزة الشرق الأوسط لتميز قيادات المستقبل. مع حلول نوفمبر المجيد يستمر عطاء هذا المشروع الوطني بإنجازاته التي يشهد لها الجميع على المستويين المحلي والخارجي، ليصل به الصوت العماني إلى العالم من خلال شخصية جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه. والجوائز المرموقة التي حصدها عمان قابوس تبرهن ذلك. من مكتب مستشار جلالة السلطان أحمد بن عبد الله الندابي محافظة مسقط. بناء القيادات القادرة على فهم استراتيجيات الدولة وتطبيقها على أرض الواقع هو أبرز ما تطرقت إليه الجلسة الفكرية القيادة في السياقات المتغيرة. الجلسة التي ينظمها معهد تطوير الكفاءات بديوان البلاط السلطاني ركزت على كيفية اتخاذ القرارات الصحيحة والتحلي بالحوارات البناءة في حل التحديات بمختلف أنواعها الاقتصادية والاجتماعية وغيرها. رعى الجلسة معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير
مدير ديوان البلاط السلطاني. معهد الدولي لتنمية الإدارة. استباق فهم المواقف قبل حدوثها والنظر في حل الأزمات بطريقة تخرج بالسفينة إلى بر الأمان، والتفكير بعمق وإدراك محاور تطرقت إليها الجلسة الفكرية، القيادة في السياقات المتغيرة التي تنظر إلى بناء القيادات القادرة على فهم استراتيجيات الدولة وتطبيقها واقعيا. إحداث تغيير في النمط التفكير لدى موظفي ديوان البلاط السلطاني فيما يتعلق بقضايا التنمية الإدارية في العمل الإداري والتحديات التي تواجه الدول حديثا فيما يتعلق سواء كان بالعمل الإداري أو التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وكيفية الاستفادة من تجارب دول أخرى استطاعت أن تقدم شيء في هذا المجال. الدكتور توفيق الجلاصي أكاديمي بالمعهد الدولي للتنمية الاستراتيجية بلوزان السويسرية أكسب المشاركين جرعات حول التعامل مع الأزمات بحيادية ومنطقية ومحاولة الخروج منها بأقل الخسائر الممكنة. أتحدث على المختبر الحكومي اللي الحكومة قامت بإحداثه كثينك تانك، كمركز دراسات وبحوث، وهو عنده معناتها قوة الأطروحات وتقديم مبادرات لتحسين الوضع الاقتصادي، الوضع التعليمي، الوضع الاجتماعي في البلد. هذه صورة تعود إلى 25 سنة. الجلسة الفكرية حثت على اتخاذ القرارات الصحيحة والتحلي بالحوارات البناءة التي ترسم خطاً موازياً مع الحراك الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي الذي تشهده البلاد. اللقاءات الفكرية يعني تستعرض خلال هذه الجلسات يعني تجارب واقعية فعلية وممارسات موجودة في دول أخرى مرت بها، ولربما مرت أيضا بنفس التجارب وبنفس الظروف التي نمر بها حاليا. نستطيع بذلك أن نقارن تجربتنا مع تجارب الآخرين، ونستطيع بعد ذلك نعرف يعني أين نجحوا هم وأين نحن ذاهبون. البوصلة تسير في مسارها الصحيح مع الخطط التنموية رغم التحديات المحيطة، لتستمر المسيرة على يد كل فرد من أفراد المجتمع. الجلسات الفكرية والمختبرات تعمل على تمرير استراتيجيات الدولة بشكل واضح، وبدأت تثبت نجاحها على أرض الواقع في ظل الحراك الذي تشهده كافة الأصعدة لا سيما الاقتصادية منها. فارس بن جمعه الوهيبي، مسقط. مخرجات الدورة الأولى من برنامج الرؤساء التنفيذيين يسجل تقييما مرتفعا، هذا ما أكده معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني في حديث لوسائل الإعلام. برنامج الرؤساء التنفيذيين انتهينا من المرحلة الأولى حقيقة، والآن بدأنا في المرحلة الثانية. تعقد برنامج الرؤساء التنفيذيين يعقد اجتماعاته في هذه المرحلة هنا في مسقط، وإن شاء الله نأمل أن تنتهي الدورة الثانية مع نهاية هذا العام، وهي الدورة الثانية ستعقبها الدورة الثالثة إن شاء الله. ونحن كلنا حقيقة يعني فيما يتعلق بالمخرجات الأولى كانت مخرجات جيدة وكان التقييم جيد، وفي تواصل مستمر ما بين سواء كان المندرجين ضمن البرنامج في دورته الأولى أو في دورته الثانية، وهكذا سيكون بإذن الله تعالى بالنسبة للدورة الثالثة القادمة. فترتنا الإخبارية مستمرة من تلفزيون سلطنة عمان، وتتابعون فيها بعد الفاصل. وزارة الإعلام تحتفل بتكريم الإعلاميين الحاصلين على جوائز دولية وتدشين بعض إصداراتها.
أهلا بكم من جديد. بحث العلاقات العمانية الأمريكية وتطورات الوضع في المنطقة بشكل عام كانت محور لقاء معالي عبد العزيز بن محمد الرواس مستشار جلالة السلطان للشؤون الثقافية مع أعضاء وفد اللجنة الأمريكية اليهودية الذي يزور السلطنة حاليا. احتفاء بالمنجز الإعلامي العماني على الصعيدين العربي والدولي، احتفلت وزارة الإعلام بتكريم عدد من الإعلاميين الحاصلين على جوائز دولية في مختلف المجالات لعام 2015-2016. كما تم خلال احتفالية التكريم الكشف عن تدشين بعض إصدارات وزارة الإعلام. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. إعلامنا عهد يتجدد. عنوان احتفالية وزارة الإعلام بالمنجز الإعلامي العماني على الصعيدين العربي والدولي الذي يعكس عمان حضارة وأرضا وإنسانا، مثمنة من خلاله إنجازات الإعلاميين العمانيين الذين تربعوا منصات التتويج الدولية لعام 2015-2016. سعيد طبعا لهذا التكريم الذي يمنحني المزيد من أو دفعة معنوية كبيرة لخدمة الإعلام العماني، وأنا سعيد لهذا التكريم وتكريم أيضا الأخوة الزملاء في مختلف الوسائل الإعلامية. تكريم اليوم هو مثابة حافز للبرامج الإخبارية ولبرنامج شؤون الساعة لتقديم عطاء أفضل وأجمل في الأوقات القادمة. جائزة الذهبية اللي حصل عليها البرنامج في تونس مهرجان الإذاعة والتلفزيون كان ثمرة جهد فريق العمل اللي قدم كل جهده لظهور البرنامج بالصورة الأجمل والأفضل. ويصاحب احتفالية تكريم الإعلاميين الحاصلين على جوائز دولية تدشين بعض إصدارات وزارة الإعلام الكاتب الأستاذ سلطان الحق. الاحتفالية كشفت عن إصدارات وزارة الإعلام، أبرزها كتاب كلمات وخطاب جلالة السلطان المعظم الذي لقي إقبالا واسعا على المستوى العالم وأصبح مصدرا مهما للدراسة والبحث والتحليل، وكذلك كتاب سلطنة وسلطان أمة وقائد، وكتاب الجولات الداخلية السلطان قابوس، وكتاب عمان في التاريخ بطبعته الجديدة. وتعد هذه الكتب توثيقا تاريخيا لمسيرة النهضة المباركة من خلال التوجيهات والأوامر السامية التي حفلت بها الخطابات والكلمات وبنيت على أساسها الخطط الخمسية التي أسست دولة عصرية حديثة. يوسف بن سعيد الرواحي، مسقط. وعلى هامش احتفالية التكريم أعلن معالي الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام عن بدء تفعيل برامج التدريب الإعلامي عن طريق مركز التدريب الإعلامي الذي أقره مجلس الوزراء في وقت سابق من هذا العام. معالي الدكتور وزير الإعلام كشف أيضا عن تأسيس جائزة تحتفي بالمنجز الإعلامي محليا من المقرر أن يبدأ تنفيذها العام القادم في مجال الصحافة المطبوعة. يسرنا أن نعلن عن بدء تفعيل برامج التدريب الإعلامي عن طريق مركز التدريب الإعلامي الذي أقره مجلس الوزراء الموقر في وقت سابق من هذا العام، والذي تشرف عليه وزارة الإعلام بالتعاون مع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وجامعة السلطان قابوس، واعتماد برامجه من أشهر المراكز الدولية للتدريب الإعلامي في العالم. يسرنا أن نعلن عن جائزة تحتفي بالمنجز الإعلامي محلياً تبدأ بإذن الله في العام القادم. وصل النقاط في عالم عولم محلي، عنوان المؤتمر الدولي الثالث لقسم اللغة الإنجليزية في كلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس، والذي تتواصل فعالياته على مدى أيام ثلاثة في مسقط. محاور المؤتمر تتوزع في مجالات اللغة واللغويات والأدب والترجمة، وتوضح علاقة كل منها بجدلية المحلي والعالمي، وذلك على المستويات النظرية والمنهجية والتطبيقية. رعى افتتاح المؤتمر مع للدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. الكلمة أساس التواصل بين الشعوب.
على اختلاف لغاتهم ولهجاتهم ليأتي الاهتمام بالترجمة لتكون جسرا يربط بين الثقافات على مر العصور. وهذا ما يحاول المؤتمر الدولي الثالث في اللغة والأدب والترجمة في جامعة السلطان قابوس التأكيد عليه. اللغة ببساطة متصلة بمجموعة من المتحدثين، وهؤلاء المتحدثين يشكلون مجتمع، وهذا المجتمع يعيش في مكان، قد يكون دولة أو منطقة أو قرية أو مدينة أو جزيرة. وهذه هي اللغة ببساطة. وهذا المجتمع يعيش في مكان، قد يكون دولة أو منطقة أو قرية أو مدينة أو جزيرة. المؤتمر في نسخته الثالثة يركز على القضايا العالمية في أربعة مجالات هي اللغة واللغويات والأدب والترجمة والممارسات المحلية. في هذا المؤتمر الثالث أردنا أن نسوي شيء شوية أكبر، وهو إن بدل ما إن مثلا نركز على نقطة معينة، لا، نجمع نقطتين مع بعض، ولذلك نقطة الكونكشن مهمة كثير بالنسبة لمؤتمرنا. فاللي مختلف عن النسخة الأولانية والنسخة الثانية إننا ما مركزين على نقطة معينة، ولكن على الصلة بين المحلي والعالمي. جلسات عديدة يتناول فيها المحاضرون من داخل السلطنة وخارجها دراسات معمقة حول الأدب العالمي وترجماته. استفادة كبيرة، والحقيقة أن المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر ناس من أهل الخبرة الكبيرة، وهي فرصة للطلاب أن يختلطوا بهم ويسألونهم، لأننا كنا نحن في أيام كنا طلاب نقطع آلاف الأميال وآلاف الكيلومترات لكي نذهب إليهم، وهم الآن موجودون بيننا في عمان وفي جامعة سلطان قابوس. فأعتقد هذه فرصة كبيرة لكل الطلاب أن يستغلوها. العمل متنوعة جدا، تشمل اللغويات، الترجمة والأدب. في عنا متحدثين رئيسيين راح يغطوا كل هذه الخبرات العالمية، راح نستفيد منها إن شاء الله. جلسات عديدة يتناول فيها المحاضرون من داخل السلطنة وخارجها دراسات معمقة حول الأدب العالمي وترجماته. وجامعة السلطان قابوس من خلال هذا المؤتمر تؤكد حرصها على مواكبة التطورات العلمية في كافة المجالات. وتسعى كلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس منذ إنشائها في عام 87 لتحقيق رسالتها العلمية والاجتماعية، وهذا المؤتمر الدولي دليل على ذلك لتناوله المجالات اللغوية والترجمة والأدب والدراسات الثقافية والمقارنة. صالح بن حمد الحبسي، جامعة السلطان قابوس، مسقط. تعزيزا لأدوارها المستقبلية واستحداث خدمات نوعية جديدة، احتفل صندوق الرفد بتدشين الهوية الجديدة لمراكز سند للخدمات. رعى حفل التدشين معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة صندوق الرفد. مراكز سند للخدمات تواصل دورها في تشغيل القوى العاملة الوطنية بهوية جديدة تتماشى مع التقنيات التكنولوجية الحديثة، في ظل توسيع مجالات عملها لتشمل خدمات إلكترونية جديدة لجهات حكومية وخاصة، ودعمها ببوابة إلكترونية متطورة لتسهيل عمليات الإدارة والمتابعة. هناك هوية تغييرية بالكامل من حيث الشكل، طبعا هناك شعار جديد، أيضا شكل داخلي وخارجي جديد بهذه المراكز، كما أيضا تم إدخال العديد من الأنظمة الإلكترونية الحديثة، منها طبعا البوابة الإلكترونية لمراكز سند الخدمات، والتي يستخدم فيها طبعا نظام الربط ما بين هذه المراكز وبين أنظمة يعني جهات حكومية عديدة تشمل 13 جهة حكومية عبر طبعا هذه البوابة مربوطة. وأيضا لدينا نظام التصديق الإلكتروني البي كي آي، وأيضا الدفع الإلكتروني عبر عمان سويتش. يسعى صندوق الرفد إلى تطوير مراكز سند للخدمات وتذليل التحديات والصعوبات التي تعترض عملها من خلال الهوية الجديدة التي تتماشى مع متطلبات السوق، موفرا دعما يبلغ نصف مليون ريال عماني بواقع 1000 ريال لكل مركز. التحديات هي بالأساس يعني في خدمات كانت متاحة أساسا للمراكز سند، حصرية لمراكز سند، ولكن توجها الحكومة الإلكترونية يعني انسحبت هذه الخدمات وتيحت للمواقع، يعني لموقع الجهة الحكومية الخاصة بها مثل تجديد البطاقات، المأذونيات،
يعني انعملت الحين أي حد يقدر يعملها. في تحديات بس احنا ما نعتبرها تحدي كبير، يعني قادرين إن شاء الله نواجه هذا التحدي وبدعم قوة القوة العاملة والشركات والوزارات اللي تدعمنا لمراكز سند. مراكز سند للخدمات وفرت أكثر من 1850 فرصة عمل، منها 63% للنساء، وأنجزت 3.5 مليون معاملة إلكترونية منذ بداية عام 2016 وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، ما يعكس ثقة العملاء في أمان وسرعة إتمام مهامه عبر هذه المراكز. مشاهدينا، أخبار عمان مستمرة، وننتقل إلى جولة مع أخبار المحافظات. بعد سلسلة من البرامج الكشفية والأنشطة الميدانية والدورات التدريبية، اختتم المشاركون أعمال المنتدى الكشفي الثالث للشباب والذي نظمته وزارة التربية والتعليم ممثلة في المديرية العامة للكشافة والمرشدات بالتعاون مع الإقليم العربي الذي استمر لمدة 4 أيام. المنتدى خرج بالعديد من التوصيات، من أبرزها أهمية التدريب والتعليم وتعزيز القدرات للكشافة في الإقليم العربي. بعد 4 أيام من الجلسات الحوارية والمحاضرات والأنشطة الكشفية والزيارات الميدانية والحلقات التدريبية، جاء ختام المنتدى الكشفي العربي الثالث للشباب بحزمة من التوصيات الكشفية العربية. أول مرة نلتقي فيها بالكشاف العرب، التجربة فريدة من نوعها، وعمان دولة جميلة، والشعب العماني مضياف ومتعاون. المنتدى هذا يعني تعميمه والاستمرار عليه يزيد من التنوع الثقافي بين الشباب والدول العربية ويزيد الانتماء بينهم. توفير قاعدة للتعليم والتدريب والعمل على تعزيز قدرات الشباب من خلال البرامج التدريبية وتحقيق الوعي بالمسؤولية المجتمعية أبرز ما خرج به هذا المنتدى. المنتدى فرصة للشباب لصناعة القرار وتبادل الخبرات بين أبناء الوطن العربي. تعلمت الكثير، أولا كتابة التوصيات بطريقة صحيحة في موضوع شباب الكشفي ومسؤولية الاجتماعية وكيفية الحوار والنقاش في التحديات الشباب. استفدت من جميع الجوانب، من الجانب الكشفي من حيث اللقاءات والأنشطة المقدمة من طرف المقدمين، من حيث التراث والتقاليد. المشاركون في هذا المنتدى الكشفي تعرفوا على العديد من المواقع السياحية والأثرية والطبيعية إلى جانب الزيارات الميدانية والحلقات النقاشية. مجموعة من التوصيات تعد منصة كشفية مهمة على صعيد الكشفية العربية. محمد بن سعد العلوي، محافظة مسقط. بهدف تفعيل الآليات المنظمة لسوق العقار في محافظة شمال الباطنة، تم تنظيم لقاء العقاريين في المحافظة بمقر غرفة تجارة وصناعة عمان وبمشاركة الجمعية العقارية العمانية. اللقاء ركز على رفع مستوى الخدمة وتحقيق الجودة في أعمال الوساطة العقارية، إلى جانب مناقشة إعادة النظر في الرسوم المفروضة في شأن المعاملات بالقطاع العقاري لدى بعض المؤسسات الحكومية ذات الاختصاص. سعياً إلى تفعيل الآليات المنظمة لسوق العقار في محافظة شمال الباطنة، جاء التنظيم للقاء العقاريين في المحافظة بمشاركة الجمعية العقارية العمانية. الجمعية حقيقة منذ قيامها منذ تأسيس الجمعية قام بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية المختلفة للاستفادة وتعظيم الاستفادة وتنظيم القطاع العقاري في السلطنة، ولدينا حقيقة علاقات جيدة مع المؤسسات الحكومية المعنية على رأسها وزارة الأسكان، وزارة السياحة، المجلس الأعلى للتخطيط وكل الجهات المعنية، ونقوم حقيقة بمراجعة يعني كل الأمور التي تهم القطاع العقاري مع بعض. اللقاء الذي يقيم في مقر غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة ركز على مناقشة القرارات والإجراءات المعمول بها في شأن المعاملات بالقطاع العقاري وإمكانية إعادة النظر في بعضها، خاصة منها الرسوم لدى وزارة الإسكان. احنا كلجنة عقارية في المحافظة
وجدنا أن لابد من بعد رفع الرسوم وضع ضريبة على البيع والشراء بالنسبة للأراضي في المحافظة. كثير من الأراضي حقيقة قيمت الآن في وزارة الأسكان في السجل العقاري، إن كان قيمتها السوقية 2000 أو 3000 ريال فهي تثمن رسومها. لما يروح المواطن تسجيل الأرض هاي يجد رسومها 7 أو 6000 ريال. تأهيل القائمين في مجال الوساطة العقارية أمر آخر تطرق إليه اللقاء، بما يعمل على تنظيم الوساطة ورفع مستوى وجودة التعامل في القطاع العقاري. اللقاء خرج بمجموعة من التوصيات والمقترحات التي ستعمل على تطوير وتنظيم أعمال الوساطة العقارية في محافظة شمال الباطنة. من ولاية صحار، علي بن سالم البادي. اختتمت بلدية هيمة فعاليات عمان بلا مشوهات والتي استمرت طوال شهر أكتوبر من هذا العام، وتضمن حفل الختام العديد من الفعاليات والمحاضرات التوعوية التي نفذتها بلدية هيمة في هذه الحملة لمدارس الولاية، بالإضافة إلى توزيع المطويات التوعوية المتعلقة بالمناسبة، كما تم تصميم وعرض العديد من مشاهد الفيديو الهادفة التي تسهم في رفع الوعي والثقافة لدى أفراد المجتمع للتخلص السليم من النفايات. مشاهدينا، نشرة انتهت، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. محافظتا جنوب وشمال الباطنة تفوزان بكأسي جلالة السلطان المعظم في مسابقتي المحافظة على النظافة والصحة في البيئة المدرسية والتفوق الكشفي والإرشادي. البحرية السلطانية العمانية تحتفل بيومها السنوي الذي يوافق 3 نوفمبر من كل عام. بناء القيادات القادرة على فهم استراتيجيات الدولة أبرز نقاشات الجلسة الفكرية، القيادة في السياقات المتغيرة. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على المتابعة، وتقبلوا تحيات فريق العمل في مركز الأخبار. شكرا جزيلا لكم، إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. إلى آخر صور الجوية، لا تزال بعض السحب حاضرة في أقصى أجواء شمال شبه الجزيرة العربية بشكل متفرق، تبقى بمعظمها سحب عالية الارتفاع والأجواء مستقرة عموما في معظم أرجاء المنطقة بما في ذلك أجواء السلطنة. إلى التفاصيل، في مسقط تبقى الأجواء خالية من السحب الليلة ودرجات الحرارة حول منتصف العشرينات الصغرى، أيضا حول منتصف العشرينات في جنوب الباطنة ضمن أجواء خالية من السحب و24 درجة مئوية على سواحل شمال الباطنة. فرصة لتواجد السحب خلال ساعات متأخرة من ليل الصباح الباكر على سواحل محافظة مسندة بوجه عام والصغرى، هناك 24 درجة مئوية، 21 ليلة في البريمي، وعند مطلع العشرينات أو حول العشرين درجة مئوية في محافظة الظاهرة. في محافظة الداخلية 10 درجات في قمم الجبال ودون العشرين درجة مئوية في باقي أرجاء المحافظة خلال ساعات الليل، وكذلك الحال بالنسبة للأجواء محافظة شمال الشرقية، وتتواجد بعض السحب على سواحل جنوب الشرقية المطلة على بحر العرب ودرجات الحرارة عند مطلع العشرينات بين 17 إلى 20 درجة في أرجاء محافظة الوسطى، مع تواجد بعض السحب المتفرقة على سواحلها. وفي أجواء محافظة ظفار تبقى الأجواء خالية من السحب الليلة مثل ما نشاهدون، ودرجات الحرارة بين 17 إلى 20 درجة مئوية كذلك. البحر هادئ الموج على الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد، ويصل أقصى ارتفاع له 1.25 متر مع هبوب رياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، تصل سرعتها إلى 10 عقد، وهذه إلى متوسط موج على سواحل محافظة مسندم 1.5 متر مع هبوب رياح جنوبية غربية معتدلة السرعة، تصل سرعتها إلى 15 عقدة. ويبقى البحر هذه الموج على سواحل بحر عمان 1.25 متر مع هبوب رياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة، تصل أحيانا إلى 10 عقد.
كان هذا كل ما لدينا من أخبار الطقس حتى الساعة. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.